أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة لموضوع الصبر الذي بدأنا آياته في ذكر الله فاذكروني أذكركم، وعرجت الآيات على الصبر، ينبغي أن نرى ماذا تحدثت الآيات بعد ذلك عن الصبر حتى نستوفي الموضوع ونستفيد من توجيهات كتاب الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عن أشد الأمور التي يتعرض لها المؤمن المجاهد في سبيل الله وهو الموت، فإذا مات في سبيل الله فهو حي عند الله يرزق، ليس كما يظنه الناس ميت كالأموات، لا، إنما هو في سعادة لأنه وصل إلى ما يريد، وكل الناس سيصلون للآخرة، ولكن شتان بين من يضمن النعيم الأبدي وبين من لا يدري هل هو إلى الجنة أو هو إلى النار. فالله يحدثنا عن نوع معين من الصبر يصيب الناس أو كثيرا من الناس في العصور المتأخرة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نبلونكم أي نختبرنكم، سننزل بكم هذه الأمور اختبارا، هل تصبرون على أمر الله وتسيرون على الخط الذي رسمه الله، أم تخرجون من الإسلام وتنصعون لأعداء الله المتسلطين عليكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لنبلونكم نختبرنكم بشيء من الجوع من الخوف. إذا نظرنا إلى أنفسنا ونحن في المدن السورية، ألم يمر بين الخوف؟ وأي خوف؟ عندما يقول المثل العامي: ام القتيل بتنام ام الهدد ما بتنام. تصوروا أيها الإخوة، عندما يعيش كل الناس تقريبا في المدن السورية لا يدري أتنزل عليه قذيفة من السماء من طائرات الإرهابيين الذين يتسلطون على الأمة فيموت هو أو تموت زوجته أو ابنه أو يموتون جميعا، أم يبقون أحياء؟ أيوجد أشد من هذا الخوف؟ ومع ذلك إذا بكثير من المؤمنين يقولون الحمد لله، يصبرون. لماذا يصبرون؟ يصبرون حتى يكشف الله عنهم هذا السوء بأن ينصر المسلمين على أعداء الله وأن يكف المتسلطون عن تسلطهم. يصبرون نعم، بينما الذين عندهم خور وعندهم ضعف من الإيمان يقولون: لما تقاتلون؟ لما يفعلون هذا؟ لازم يتركوا. ماذا يتركون؟ هل يتركون المتسلط يزداد في طغيانه؟ لو تركوا التسلط، لو تركوا صدهم عن غيهم وعن ضلالهم لقتلوا الناس جميعا، وقد حصل هذا. الآن المعركة وصلت إلى حد ليس فيها تراجع، الظالم سيتراجع بإذن الله، ليس بقوة من يقاتله، بإذن الله، لأن الله وعد الصابرين والصادقين بالنصر. إن نصروا دين الله، وإن عفوا عن محرمات الله، وإن أقدموا لبيان شرع الله، إن تنصروا الله ينصركم. فالله تبارك وتعالى قال: لتبلون بشيء من الجوع الخوف. والجوع تفسير الآية موجود، ليس عند أهل حلب فقط، عندها سوريا كلهم. منعوا من أن يشتغلوا، هدمت بيوتهم، خربت مزارعهم، أحرقت زروع، وحتى الحيوانات الأبقار تقتل. مصادر كسب الناس التي خلقها الله سبحانه وتعالى رزقا لهم يتلفونها. هل يصنع إنسان كافر هذا؟ لا. الكفار الذين نعرفهم من المحتلين السابقين ما فعلوا ولا جزءا من هذا، ما وجد في التاريخ مثل هذه الأفعال قطعا. فهؤلاء ليسوا كفار، لا، بل هم أشد جرما من الكفار.
إن كان الكفار في قعر جهنم فهؤلاء تحتهم وأشد منهم عذابا. لتبلون بشيء من الخوف ابتلين به والجوع ابتلين به. ويعرف الناس في المدن السورية أنهم لا يستطيعون الحصول على الخبز لأن الظالم المتسلط يهدم المخابز ويخرب المخابز. والأنفس قتل الناس أيضا ما في حاجة لتفسير ويعرفونه. لتبلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين يصبرون يصبرون على ماذا؟ قلوا تعقتلنا؟ لا، يقاومون ويصبرون. مو قلوا لا حاج قاتلوا الظالم اتركوا أنتم دخلتوا بلدنا وسببتوا في هذا، لا، يصبرون حتى ويدعون الله حتى ينصر من يقاتل هؤلاء الظالمين ويحررونهم منهم. الذين الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر. ما معنى إنا لله؟ أن نحن خلقنا الله وسنرجع إلى الله وكل الأمور بيد الله، فكل ما يحصل هو ابتلاء واختبار ليختبرك الله يا إنسان هل أنت مع الله؟ تريد أن تكون جنديا من جند الله تنصر دين الله بلسانك وبفعلك وبجهادك، أو أنت تخضع وتذل وتستكين للظلام والمتسلطين والإرهابيين؟ والله سبحانه وتعالى يقول ممتدحا للمؤمنين وما استكانوا، يعني ما ذلوا ولا استسلموا لأعداء الحق، فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أذكر حديثا في قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هو حديث أم سلمة. قالت جاء أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطيني عليها أجر، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأبدله خيرا منها. قالت أم سلمة فحفظت ذلك من أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت اللهم أجرني، أم سلمة تقول قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، ثم قلت لنفسي وأيا لي خيرا من أبي سلمة، يعني إذا يعطينا الله في أفضل من أبي سلمة ما في. قالت فلما انتهت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له وغسلت يدي من القرز ووضعت له متكئا جلس عليه فحمد الله وأثنى عليه وخطبني من نفسي. فقلت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وشخت، أنا مسنة أخذ لك واحدة صبية أفضل، ثم إن لي عيال عندي أولاد بدي أتزوج، بتزوج واحدة ما مع أشخاص تانين يحويهم ويصرف عليهم، ثم إن لي عيال وأنا امرأة شديدة الغيرة، مع كل شيء بتغار ما بده تزوج ما مع أحد ما مع أحد عنده أحد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فيذهبها الله إن شاء، وأما ما ذكرت من العيال فعيالك عيالي. إذن هدف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي عيالها تربية صحيحة. وأما ما ذكرت من السن حتى ما يكسر بخاطرة فأنا قد شخت قد كبرت وشخت وأنا كمان مسن مثلك. قالت رضي الله عنها فسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون إن أصابتكم مصائب قولوا اللهم أجرنا في مصائبنا وأبدلنا خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجعوا إلى الله فالأمور بيده يكشف عنا وعنكم إن شاء الله المصائب، والحمد لله رب العالمين.